رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف الشيخ موسى ابن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستغنى في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، قال: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل، وإلا ففرض، وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. قال المصنف: وتدرك ولا حليلا الصلاة صلادي ولا حليلا بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ولا حليلا تكبيرة الإحرام كاسور لعضي في وقتها، أي في وقت الصلاة، صلاة وقت جيدي، ولا يصلي متى كان يوقف في مصلي أها قبل غلبة ظنه، ماله انت غالب كا انت ننقارن كهر مالها غالب كا كهر، وأمر بدخول وقتها وقت جيد قلتان كيسة وقت جا كهر متى كان يو غلبة ظنه وحلقه كرا، إما باجتهاد دلالي اجتهاد أو خبر ثقة أما قف ثقة ورنكس أكو ورمو ثقة هاسو متيقن يقيني يئسقو صلاة وقت جديدينو قلي، فإن أحرم هدو صلاة دي حرمو قفكي مصلقاها باجتهاد، أي بسبب اجتهاد، اجتهاد سببتي وصلاة دي كو قره اجتهاد سيقى حقي سكاء هذي
وفبانا مركا كبعده وعذاب مركو تكري كذب قبله فالعب إنه قلي قبل الوقت وقت كهر إنه قلي فالنفل صلاة داسي سنة يسوب دليشا وإلا هدي أن أعدان ففرض وفرض وإن أدرك هدوها ليله مكلف أدون مكلف هدوها ليله من وقتها هذا وقت جيدي أدو كهليلو كجارو قدر التحريم انتو الله أكبر يرى هذا الصلاة حرمضو أدو وقت كهليلو ثم زال أوزولو تكليفه تكليف كيس أوزولو بسبب من الأسباب واللي وحلم ذا أو حاضط أما حيد كي أكوي مادو قوادي ثم مركا كبعدي كلف قفكي تكليفكي سزولي وتكليفكي أصور نقضه وظهرت قبادينا أي ظاهرة وضي حيثكي كباهرة وضو قضوها ويقضين ومن صار قفكي أحاضي أهلا لوجوبها سلادة واجب نمدي قفكي أهل أحاضي سيدقف صغيره قان قاري وكالي قبل خروج وقتها وقت جيدو انتونا دمان لزمته صلاة سويكو لازميسا وما صلاة ويكو لازميسا يجمع لجمعيه إليها إيضا الله جمعيه وقبلها كوريسي ويجب حواجبيه فورا سيولي بالدقدقة عندها اللحين قضاء الفوائت سلاده تجي وقفك كتجي قضه دي مرتبا حال أي تهي مدل ترتيبي وسيدي سوحيين لو تكدي ويسقط دعيا الترتيب ترتيب كاسو بنسيانه هلمان كيسا سيء كله الرئيين بقران وايد ساسو كل دعيا مركاس سيدي وحسوس سلتك وقضين وبخشية خروج وقت خيار الحاضرة وبخشية بكدعي عبسي وكعبسلو خروج وقت اختيار الحاضرة صلاة مركز لجوغو حاضر وقت جيدي انو بحوهدو كبقنا الهم بردعي او فوائدي في كوي تغي مهر مرنا يوم ترتيبنا waxaan ku soo dhex jirnay oo casharradii hore aan ku soo baranay shuruudu salaah salaada shuruudeeda shuruudu salaada waxaa ka mid ah taharadi labadii hadaf laga daahir ahaado hadafkii akbar ka ahaa iyo hadafkii asghar ka ahaa iyo khabaskiiba najaasadii iyo khabaskiina inuu ka daahir ahaado shardiga labadan soo sheegnay wuxuu ahaa دخول وقت الصلاة صلاة ده وقت جيد وإنه قرا وشرطي هذه صلاة ده وقت جيد وإنه ولي جلين لما تكنكر صلاة ده وقت جيد جلين مركز حسن كجرن وقت جيبا كسو خد الله ولي شرط جاسا كده جفنا كما إنام بغي وحليا مركز شيخ هل كان وتدرك والله ليلة الصلاة الصلاة دي والله ليلة salaada marka la sheegayo waa salaada waqtiga leh salaada waqtiga leh salaada waqtiga leh faradna way noqotaa naafilana way noqotaa farad ku shanta salaadood waqti bay leeyihiin inna salaata kaanat ala almu'miniina kitaban mawquta salaadaha qofka mu'minka korkiisa waxay ahaatay farad ilaahay ku qoray oo waliba waqti leh أوقات دينا وصومنا وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب وقت العشاء وقت الفجر صلاة الله وقت غيلة وقت صحر الله صلاة داسي مكة وموقوتة وقت غيلة وحاكلوا أيضنا وقت له صلاة لها سنن كاه الرواتب تاه أو فرض كالصعبة فرض كالصحي صلاة راتبه لي
salaada sraatibadahi waqtigeedu waa waqtiga faradka, ilaa faradkaa bay ku xiran tahay. Hadday qabliya tahay waqtigeedu waa markii la aadaano iraacita laga aqimayo inta udhaxayso way waqtigeedu. Qabliya macnaha waxaan ujeedaa salaadaha sunnada ah oo faradka la socda, midina faradkay ka horeysaa midina faradkay ka dambeysaa. Mathalan salaada duhur oo kale maaragta afar baa ka horeyso, labana waa ka dambeysa. Marka afartaas ka horeysa markii la aadaamaa waqtigeeda bilaabmaya ilaa la aqimayo intaas inta udhaxaysa wey waqtigeeda. Midda qabliya bacdiyadaahuna salaada markii la tukado faradka ka bacdi ilaa waqtigaas inta waqtigu ka baxayo ay waqtigeedu yahay iyaduna waa mawquuta. Salaatu duxaa sidoo kale iyaduna waqti bay leedahay. Marka qoraxdu soo baxdo oy kor usoo kacdo, markay soo baxdo kabacdi taqriiban rubic saaca oo kale kadib ayay bilaabmaysaa ilaan waqtiga waqtu istiwaa oo qoraxdu bartamaha barabaraha ay timaado welina duhurkii ayna gaaran bay ku egtahay, iyaduna waqti bay leedahay. Marka wuxuu leeyahy watudraku salaatu, salaadii baa la haleelaa waqtiga lahayd ee mawquutada ahayd ama fariidaha noqoto ama naafilaha noqotee bitakbiirati lixraam, takbiirati lixraam baa lagu haleelayaa fii waqtihaa ee waqtigeeda dhacda. Mathalan si aan u fahamno, qof baa salaadii duhuraa waqtigeedii galay, ma tukan waqtigii awalkiisii ma tukan, dib buu u dhigay salaadii duhurka waqtigeedu sii dhammaanayo. Yani sabab min alasbaab, waqtigeedii sii dhammaanayo ayuu xusuustay, markaasuu ordayo hadiiba istaagayo markaa salaadii galay. Allahu akbar markuu salaadii yiri oo xirtay aa waqtigii dhammaada. Miqdaar allahu akbar uu ka yiraahdo salaada uu xirto hadduu waqtiga ka haleelo, yani mulfirso allahu akbar keliya waqtigeedii dhacday, inta kale waqtigeedii waa ka baxsan tahay. Waxaa loo xisaabinayaa sa waqtigeedii dhacday adaa ah, qabla loo xisaabin maayo, adaa baa loo xisaabinaya. Hala salaadu ma kala go-do, salaadu ma kala go-do. Sidaas darteed marka wuxuu leeyahay watudraku salaatu, salaadii waxaa lagu haleelaa bitakbiirati lixraami baa lagu haleelaa oo fii waqtihaa dhacday. Laabudda takbiirati lixraam waqtigii inay dhacdo oo jiray, hadday waqtiga ka daba marto salaadaas baa qadaa. Lakiin hadday waqtigii dhacdo, yani almuhim warku waa maxay, salaadii qaar ka midana waqtigii buu dhacday, qaar kalena waxa weyn wuxuu ka baxay waqtigii, waqtiga iyadoo dhacday unbaa laga dhigayaa oo loo xisaabinayaa. Waxaa kaloo lamid a masalan salaadii casir buu dib u dhigay, qoraxdiiyo sii dhacay subuu xusuusto allahu akbar yiri marka, kadibna waa dhacday iyadoo waqtigeedii xaleeshay ayay lamid tahay. Sababta ay tahay salaadu waa hal juz, juz-un waaxid, walaa tatajaza, ma kala qaybsato. Tayib, sidaas marka waa madhabka allahu akbar. Haddaad waqtiga intaas haddaad waqtiga ka gaartid salaad waa kuu jirtaa, hada huwa almadhab. Culummada madhabka naftooda qaar ka mid a qowl kala qaba, waxay leeyihin maya allahu akbar keliya ood waqtiga ka aleyshid intaas keliya salaad waqtigeedii dhacday ma noqonayso, laabudda inay ragcad kaamila noqoto. Ragcad kaamila waa inay noqoto, ragcad baa lagu haleeya, ragcad kaamila tiradeeda leh, rukuucdeeda leh, sujuuddeeda leh. Hal ragcad haddaad waqtiga tukatid, inta kalena waqtigii dhamaada aad tukatid, haa nacam saxiix, markaas waad haleesha. Lakiin allahu akbar keliya ayaa waqtigii dhacday, intii kalena ma dhicin, mayay leeyihin salaadaas waa qadaa. Qoor ra'yigan dambe qabta xadiisay la yimaadeen uu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wa alihi wasalama, man adraka rakcatan min asalaati faqad adraka asalaa. Hal ragco qofkii salaada ka gaara salaadiyo dhan wuu haleelay. Xadiiskana waa saxiix, waa bukhaari iyo muslim, min xadiisi abi hurayra radia allahu tacaala canhu. Maaragta sheekh shaarixa sheekh cuseymiin raxmatullahi calayhi
نحيري، وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام. قول كان دمبا صحيحة يعني قوية سلافنا وحاضر في شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية سيدكتهين با وعكمدها ولو وين أنا بلدا ولو مجتهدين تابوا كمدها ولو مسائل كخلافي غاية عرمضة اسكو خلافين اختيارات كيسا وهو أصبو دورته أمبا لقاطا سيدا درتي حنا بلدو ساسا وحو دورتي قاطان ماركا. وسيدا إمام النووي وشافعي شافعي لكي هو كره وكي ماركا هو اختيار شيخ الإسلام بوي شيخ الإسلام اختيار كيسي بأساسي ساسو صحيح يعني. المهم والله بقول قوله حويا الله أكبر كلي هدو وقت كجاره صلاة سوى جاري مذهب كساسا مشهور كوا قول كليتو مذهب كقبه وشيخه صحيح يالي حليا ميا الله أكبر كلية كما جاريو وإني هفرق عبو كاملة إن قطع ولا فهم رجيني كل حديثنا والد الدليل كون با حكومية قيبته هو في اجتهادي لكن قيبته قرار ضمبو تري هفرق عبو وحديثي كقطع. طيب ولا يصلي متكنيه قبل غلبة ذنه مليه سغالب كهر وملي بدخول وقتها وقت جدي إنه قالي كهر تيد ما تكريه ما سدي وتصل هذا وقت جدا يقين إن لو أجيهاي يقين إن لو أجيهاي يعني مرتهاي الله ما يمن قنا ووافده مثلا قرح ذي بعد دعضي وانا اجيدنا اني دعضي عركنا ضرور ملح يقينا وقنا الله في سوق علي ماله وافده عرك ضرور بولي خرب باكلا عرك لما وضع حرم قرح ذينا هنا دعضان ملينينا ملاها صار مركز درجات اللي مركز ملا اسكن ملا اوالة هي ملا غالبة يعني ما يعني وحاقات الحوق بغضان اني اقول حديد نعضي ساسا ملا ينسا ملا حوق لوا وعلى ماذا جير اللقوء بان كرو على ماذا جير اللقوء بان كرو على سبيل المثال هذا ساعة عذاب الله يستعمل رايو ساعة لها نفترض إن كان في دقيقة الهر مران دقيقة بالدار مران وحرة خي يجرو تقديم أما تأخير أنا ساعده صدق وفى سل جوفتان ساعده دسكو دسكو دقيقة لا تلبان لكن ساعده هذا وحوا هالوقي يسويين لكن واجي هر ساعة لم يجري جرين لكن هالوقي يسجري مثلا أقبى وحوا كوقي يسبا قف قرآن كي يقان لك السوقات قرآن كو أخريا بين العصر هي مغرب كده حديث هي عادة وحلوة هاجر في القرآن كافرية مثلا واجر عند الساس لو عشك تكتب صوفر السنة يا قرآن كو بالله بيا ما كوحو يقاني وما المهي هذا ما في أوكلاء مثلا ما بين العصر والمغرب أي وحو أخرية على سبيل المثال شن جس أوكلاء. طيب هذا ما أنت وحاولين عارف يدرروا ليه وراح لي ومجي إنه ينعي لعضي لكن شنتي سيجو سوى ذمي فأصبرك وحن قرانا إنه ما دام أول بين العصر بين العصر والمغرب هو شنجس كو أخري جري حد أنا أو أخري ما ليه يسغالي بكاهي وين فرح لي لعضي مثلا أوكال واتصال هانوي واتصال هانوي أبوى سعو جري بين العصر والمغرب أيوة سعون جري مثلا تضرب كيلو متر مثلا اما شن ميل مثلا وسعجري انت واسعضي ماركا واسعضي لو ميل يبر في صعضي لو ميل يبر في صعضي واسعضي وسوقر مزاجتك خلاص مركا وحويا وغانيا اني مركا وراه دي دعضي يعني الدليل انبوك وغانيا مركا كاسو كانوا حالي الظن غالب وعمله
لكن مالي هو ظن غالبا هي مالا اسكاون مالا والله هو مالينا يعني دعوين كلام كلام وكلا جسته مركا هادي هنا يقين أهان وغي وقتك إنو غالي لكن أم مالينا إنو غالي مالي سنة أو غالب يهي وتككرا هدون غالب أهين وإسكام مالو إنو غالي إنك لأونك لقرنين هنا اجتهاد كرين على مدى يدعي الله كو اجتهاد أونا حسنين مايا بتكنايو شذت ذولي ولا يصلي ما تكنايو قبل غلبة ذنه مليه سغالب نمدي سكورتيد ما تكنايو وهو ملايو بدخول وقتها صلاة وقت جدي إنو قلي صلاة وقت جدي إنو قلي ملاها أمالين أيو انت أو غالب غالب كنقونا يكورتيد ما تكنايو أركسا حدي مركا مليه سو غالب يهي إنو إن وقت جدي قلي مركا واتكنايا واتكنايا وأتكنا يا سلادين مسؤول ليني دون ما يقين إن هذا الربيع إلا ظنك غالب كوحبا لقول الساعة يقين كلي ما ظنك ملا غالب كوحبا لقول الساعة هدي مليه سيدا غالب كقوة أبغا سيدا بغا أو مليه سو حويا وشوق بلي هاي إن وقت في قرية أتكنا يا مركز لكن هدي مليه سو ودلعسني هاي مايا طيب مثلا مركب ملاها غالب كان محال لقو قارا ملاها قمحو غالب كنو قنقرا لبا أخيمون إما باجتهاد اجتهاد أدقو هذه اجتهادي يفيرو أدلة آد في رصي سيدان هذا الشيء يوكا لوا هذا وحاكو أهيد بعد العصر إلى مغرب كنت أود حيسا إن شنجس وقرآن أخيسي بعد العصر أدبالله ويسا مغرب كنت أدل من جفتي أما واحد سعود جفتي شن ميل لو ميل يبرس صعدة لو ميل يبرس صعدة بين المغرب وبين العشاء مركب سشن تاسع أتيد مغرب هو جري جري سيدي هذا الشيء وأما لا غالي أدلة اللي هو قالوا اجتهاد اجتهاد وغمر في الأدلة اجتهادي يقمع الأدلة ذا يكتي وكوكا لسوعي كتيد مرها غالب كا iyo dhanniga ma gaalibka iyo dhanniga gaari gaalibka taas waa lagu gaara malaha gaalibka waxa kale lagu gaara aw khabari siqa qof siqa ah ba ku sheegay mutayaqqin ee hadana yaqiin san oo muxuu yiri fajrki waa dhashay ama qoraxdi waa dhacday ku yiri ana arkay ana arkay buu ku yiri qoraxdi dhacaysa ana arkay لما مركا قارك هذا ضروره بمعرفة يفيد ما نغف وجيدة أنا أركي أيها العيس أنا فجر كيف أنا أركي وقف ثقة ثقة هلوك السوية هيوان وفي اللوء أركا ومثلا علماء الوحير هذا ثقة أركي ليه هذا من هو الثقة قف يلا أركا ثقة قف الثقة للي يرتوى إنه قف مكلف إياه قف صغيره ويدفع عرور يروي وحيالها ما هي يرك الله رمضان بينكره وينه مكلف فيها قانقار بالغة هذا عاقل وينه نقضى وينه مجنون هين قف صدوقه رلو وينه نقضى وين بين لقو أقون إنه الدقدقين الدقدقين لقو أقون دادو حاجة إسكا متسرعين أو واحينا نهبسان إسكا لسو بودا قف لقو يقان وحفصا ويموية أن وحكا لشيء وينه يه هذا قفك مركز ثقة باهي قوة الرمو هو كبيرة هذا صلاة وقت يدواء قلي هذا أقبل إيسا مركز هذا أقبل إيسا مركز بالنسبة تقاديقا قفك رلوغا وحقو شيغي وحال ملاين إيسا إنه فنتخي ملاها سانا غالبة مركز واتوكنا مركز لوالس أخي موضوع ذن ملاها غالب كالغو قارا فالمركز قارك دوحال على إنا دي اجتهاد دي ويقولن نقطة وقتك إنه قلي oo sidaa ku tukatay laakiin muddo ka badi ayaa waxa la ogaaday in aanan waqtigu noo wareegin ala sabil mifaal halka daruur buuraha qoraxdi waa dhacday baad isiri waa tukatay halka salaadi ka baxday qoraxdi loo jeeda ama abaaba salaadi ku jiray loo jeeda qoraxdi halka salaadi marka qoraxdi iyo wali dhicna waqtigu galinin la tukaday maxay noqonaysaa hadda ku sheegaya
فإن أحرم هذو حرم صلاة أوقر وقفكي مصلقها باجتهاد اجتهاد هذو كتك هذو يعني واجتهادي أدبه اجتهادي وادد علي مريه سوحا غالب كن نقضي وقتي صلاة إنه قلي ساس كتك هذو فإن أحرم هذو حرم صلاة باجتهاد أو حرم يعني لن نقطي ملها غالب كأنه وقتك صلاة قلي وفضانا او عداده فضانا او عداده قبله اي انه احرم قبله قبل الوقت قبل دخول الوقت فنفل اي فصلاته سلاديس تكون وحي اهانيسا نفلا سنة اهانيسا او والغا ثوابينية ثوابك لقبوش ماي يعني وادد علي واجتهادي ما ليه سوحا غالب كن نقضي ان وقتي قالي واتو كذي مرك مركو تكذيك بعد باوحا صوبح ذي وو عداتي وقتي قونو نولي قلي صلاة دي او تكذي محي تخي واصمني نقني فرض كيما نقني حيلة فرض كو لا يصح قبل دخول وقته وقتي سكوهر فرض ما انصحوه صمنا الله اعتبارنا يا اجركي لغحر ماني ما يوال السينية وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وإلا يعني إن لم يتبين هدون وعدان إلا دوحان أن الروحة وعدا ضي وطيون ولقر هدون وعدان ها أما أو يقيني نوحتقي علي ففرض وي أي فصلاته فرض صلاتي سوى فرض من سوء لني ولا إعادة يعني مكو رواد دالي اجتهد وحقوقا عاي ان صلاة وقت قيدي او قلي لن يجيسي غالب كاها واتفكري واتفكري كبعد بوحا او عباتي ان انا وقت يولي قلي صلاة دات مكو هوري وتكري قبل دخول الوقت و النفل فرض كينا مكو وقت قصو قلي تكنا طيب هدينا نوعد عن مركة إنه قبل الوقت تكري وعدا ولذا نجيسي غالك لابو كجرا أما بوا يقينيي مركو تكري كبعد ما يقين وحاول نقطي صلاة دي وهدى تكري وقتي مركو قالك بعد إنا يا حي لو لا تشارنا ففرض صلاة دي فرض كايز والله اعتبارنا يا أي فصلاته فرض صلاة دي سوى فرض انت نمسك مسلا نسكبح المركة وحاويا انت اسوغيو اجتهادك قفك او كو اجتهاد وقتك قلتان كيس يقين هدو وقي هاي واسك عليه لكن هذا اجتهاد اجتهادك او قفك اجتهاد ايو شن صورة ما قد عانس شن تصورة وامه وحا او عداتي او يقين اهان مركو اجتهاد كدب اجتهاد مركو اجتهاد كبعد او تكذي صورة كوالي وحويا وحاو عداتي صلاة دي وهذا تكري وقت جيهدي لحدي سيني دعضي مركز وفرض صورة رمض وحاو عداتي صلاة دي وهذا تكري قبل الوقت اني دعضي صلاة دا سوى النفل فرض نقول ميش صورة صدحات وعدان تنقو معدان تنقو معدان ملو جوغا لكن يغلب على ذنه انها في الوقت ما ليه سغالب كاهي ولي وحيو كتا غيهي صلاة وقت قدين دعضي وفرض مركاس صورة افراد ما ليه سغالب كاهي وقت انو نجلي وغاي مركي غروبة اجتهاد ييبا ذنه سغالب كماهين انو وقت قلي مركا بل ظن الغالب وحيتهاي انه ولي صلاة ديقري على سبيل المثال ما شانو نري شن جسو مثلا اخر جري افر جسو يحزبو مركو مرايو ايو يسيري صلاة دي مقشة مثل مقلي مركا ادلنا مركا وهذا حيصلاه ظن الغالب وكل السلاحة ولي مرنا ما يسترنا
حزب او ديمان تقريبا، حزب او ديمان، حزب كانوا حالوا اخي ربع ساعة غالبا، ربع ساعة بالو اخي حزب. طيب بركوا لي ربع ساعة كلمة الصلاة دي ذن نقيسه مركا غالب ما ذن نقيسه غالب كانوا ورجلين مركا فلا يحل له الدخول فيها مركا بنية الفرض، انه نية الفرض كقل مركاس وما حلال حبا سببت هاي تهي ماذا كوقنا عصنا وقتي قلتاكيس صورة الشرع ما شكي باكو جرى وقتي واقرى يمجلين ذن غالب يذن غير غالب يعني ما ذن غالب يمجلو ذن غالب ومسيه الطرفين ذن غاكو شكي وي واقرى يمجلين واقرى يمجلين باتشوكتا ايضانا وحاويا الى ذن غاكو وغالب النقضة انو غالي انو وننجلين مجليس الصلاة دي صوروي كاسابتا كايمانيا انت صورة. المهم ذنّي إيسا غالب كأنه وقت جيغالي هدو يهي ووتو كان يا طي مسألة كالتو هادا تيئو دولتي كدوان وإن أدرك هدوها ليلو مكلف قف مكلفه هدوها ليلو من وقتها من وقت الصلاة صلاة وقت جيدا هدو كجارو أو كها ليلو قدر التحريم انتي هو الله اكبر كي رهده ثم زال اوزوله تكليفه تكليف كيس اوزوله او امام حابط وحيد كي كي ماده قبضي اما نفاس كي ماده ثم مركع كبعدي كلف قفكي تكليف كيس زولي وتكليف كي أصول نقضة وصوبت تكليف كزول سي كزول شو وظهرت كبدي حائض ظاهر أما النفس ظاهر أي ظاهر ودو قضوها ويقضين مخر مخر صور نقضية ورسك صور دبن نقضية وي ولا قف قفوا مهي قف مكلف بوها لبضوا بوها مكلفين لكن مكلف كوحوها البالغ العاقل قفك بالغة عاقلك مسلمك واجباتك عبادته أي سارنتا كاسا مكلف ليرا مكلف بوها. طيب صلاة دي با صوق الشي وقت جيدي كصلاة دا وقت جيدي صوق الشي أيو واشي أما ولا مير دبولي خلاص مركا مكلف ماها مرهدو واشي مكلف ماها إلا مجنون وغير مكلف فوي مجنون وغير مكلف لكن أسوقه مكلف وعاقله عقل له يا وقت أسوق علي سنة سلاة دينا ولي أسوقه أنت كان أيامك وحازو لي تكليف كيف أحازو لي مثلا سلاة دي ظهورك طيب أسباب من الأسباب أما واوا شيء أما وامير دبال مي أما ولا السوحيين ما ركتا ولا السوحيين هذا واحد القصة هي عمليات مثلا بارك الله يراه هذا استعلى وقلي مكان غير مكلف وي مكان غير مكلف وي طيب وحاقص صور نقضي مكان تكليف كيف هو صور نقضي عقل كيف هو صور نقضي مكان عقل هو صور نقضي مثلا على سبيل المثال صلاة الظهر مكان صوق الشيء أيوة الشيء دور كي وقت يسير نن مركو حكونا ما يستوى لي عصر كنحديس عصر كي بو هذا نوالنا مغرب كمكي لقالي اي عقلي بوصول نقل مرك طيب وحا مركا الله بصلا بابا كتكتلي مكي نوا كتلي عصر كي نوا كتلي وانا واش حانو لان هاي سلاة ظهر وسوق بين سلاة ظهر وسوق بين لماذا السبب مكلف هذا وقت وكسر قلي لكن صلاة عصر ما سوق ضيني لماذا؟ لأنه غير مكلف وها صلاة عصر ولا فهمان مرنين ما سوق كم دي وكلة يلا طاهرة أيا صلاة دي ظهور صوقش يلا ولتو كان بحيك كيمي ما تكرت مرة دي حيك كيمي حيث هو مانع من الصلاة صلاة دي بقى منعنية
طيب اسبوعي دمبي وحي ما ركتي مثلا اما انت قاعد جبتي افر مال موت شن مال موت مال انت اللي حاد مال انت تضباد سمعت مال انت سيدي ذالي مركا هاي اي ظاهر نغط حي والله مركا صلاة ما قضيسه لكن صلاة دي ظهر ويضو ظاهر اصوب بشي بحذي لحيدكو كويمي ويسوا قضين انت كلاسة سوا قضين ماشي وركوا فاسوي مركا سادرت اذا مركب حولي هاي وان ادرك هدوها ليلو مكلف قف مكلفة من وقتها اي من وقت فريضة فريضة وقت جيد هدو كها ليلو قدر التحريم انتو الله اكبر كير هدو كها ليلو قدر تكبيرة الاحرام في مدهب كوهاوية لمثل هذا هذا وطن صبر خلاف كيد سمارك قدر تكبيرة الإحرام الله أكبر أهدك على له سوى مكلفة ثم زال تكليفه تكليف في سؤول زوله عقله كزولي يعني جنون باكل عيوالي أمو مير دبور مي وزولي مرك كاسوكو أو أمام إهيه حاضر حيث كوي ماده يعني أدركت امرأة طاهرة من الوقت قدر التحريم هويني طاهرة حيد أي وقته وحيكها على الشيء قدر تحريمة تكبيرة الإحرام الله أكبر أنت كتر وقته كالش أهو طاهرة ثم حاضر مركز حي الشيء وحين كيبا كويمي دورة دي او نفست اما النفاس كيبا كويمي دو وي ام الشي ماركتا فزال تكليفها تكليف كيدا برك هو الزولي بسبب الحيض وبسبب النفاس ماركتا اي زولي طيب تكليف كله كل زولا اما لفوات شرط اي وجود مانع شرط الا وايه شرط من شروط صحة العبادة إلا وايو أما مانع وكي مادو لبدا ستكليف كزولا حضا مكة وحاولين قبل حائض ضاهي لفوات شرط كمزول تكليف كيدو قف كي خري لفوات شرط بكزولي عقل جيبا لقواي قف كمان كيوينو عاقلي هاي وحقرناي دو عقل جيبا لقواي شرط بقى الواي تكليف كيس كاسو كزولي لكن قبل أن عقل غير وجوبة إذا مكة يعني سبب زوال تكليفها وحويا ولوجود مانع مانع لكوي مدو حيد كيا أما نفاس كيا ثم مكة كبعدي كلف قفك تكليف كيس الزولي بجنون أو غيره وتكليف كي أصول نقضة جنون كيبا كتغي عقل كيبا أصول لابت مركتها مير كبا وصول لفت ووطهرت قبل تكليف كده كزولي لوجود مانع مانع سببتي فمانع كزولي وطهرت وظاهر نغطي حيث كيبك ظاهر نغطي نفاسكي لبضا قولا بقضوها ويقضين صلاة داس صلاة داس اي وقتك كجارين وقتك وحير هذه ويقضين بقدر تكبيرة الإحرام انتيا هذا هو المذهب وإما قولك كالوحوها بقدر ركعة هل ركعة قولك كالهدان قبنو هل ركعة مدى هدي كسو قادو وقتك هدو كسو قادو قفكاسي وصو قضين لكن وح كير وانتقتل إحراما ميا مصو قضين أيو نعم صوبت بركوان عن هاي سو قضين إيسا قفكاسي محروف قضين أيو لأنها وجبت بدخول وقتها وقت جيدي قريتان كأي قشي أيوكو واجبي سلادكو واجبتك قبدي أيضا ظاهر قبطي وقت جيدي قشي وقت جيدي حدي سيبا حيثكي كويمي مدامي وقت جيدي قشي وكو واجبتي مركا مانع كويمي دي مرضي ديو مركا واجب كسكو واجبي نعم وإلا قولك كلنا وحوها لا يلزم قضاء الصلاة إلا إذا أدرك من وقتها قدر ركعة
هاش رقعو إنو كالي لمو يي كما مكو واجب أيو وأنا سيدي الشيخ وصور رجحي والله أعلم. طيب ومن صار أهلا ومن قفكي صار أهالي أهلا أي أهلا للعبادة عبادة قفكي أهل أمضي لوجوبها ولبا واجب نمدد قفكي أهل أمضي قبل خروج وقتها وقت قيدوا أنت ننبسهن لزمته صلاة ويكون لازم إيسا وما صلاة ويكون لازم إيسا يجمع لجمعيه إليها يبل لجمعيه قبلها أو أيضا كفريسي بس لسؤاشي هذا عن صامرني تيهر بالله ويعيد هذا هو قبال هذا نفترض قف غير مكلف أها غير مكلف إما لفقد الشرط أو لوجود مانع وحن غضبا مكلف ما هاي يعني شرط التكليف بلا قال أي هاي أما مانع لأجره أيام مكة وثو مكلف النقضي يرو وقتي وقدم بيو قدر تكبيرة الإحرام قدرة تكبيرة الإحرام با وقتي كباقية ومكلف النقض صلاة داس ومكلف النقض يدو وقتي دي قدرة تكبيرة الإحرام يكدي منتهي وكل لازم يسا صلاة دا كون رئيسة نو يكون لازم يسا هدي الله ولا صلاة الله تعالى. طيب سيقف يكون غكرة غير مكلف مثلا أو يعني مثلا الما يدو صبيعها أي قان قاري يدو صلاة دا وقت يدي كده منتهي تكبيرة الإحرام أما قف كافرها أي إسلامي يدو صلاة دا وقت يدي قدر تكبيرة الإحرام يكده منتهي أما قبضي حائضة واحد أي باهرة ودي يدو صلاة دا يكده منتهي صدح لا قفوي لبدا قراء أي عدم التكليف كده وحوها لفقد الشرط صغير لا يجب عليه شيء كافر كسيدوك الذي لا يجب عليه الصلاة لولا لو فقد الشرط أما قبل حيث كقفتها لوجود مانع وي مانع باجرة مركا صلاة داس مركا وقتي قيودة أي وقتي قيلة أي كجارين وقتي قيو كدم من قدر تكبيرة الإحرام ويسوى قضين مدي كور ريسنا حدين لجمعيه ويسوى قضين وعلى سبيل المثال هذا مجنون كي كافر كي نقدا يو قبضان قبضها بهدا ومسألة ذي لتغيي هاي قبار با حيض قتل وحيض طاهر ودي صلاة عصر وقت جيدي وأي كدر منتهي قدر تكبيرة الإحرام كما قاعدتو لو حيرو بعانتا يعني قبيسة توين استيارة سنة تبهر كباو دمان دي جيبا وحكب أي طاهر ودي قدر تكبيرة الإحرام صلاة عصر كلمتها صلاة عصر لازم بيكون نغنيسا ويسو قضينيسا صلاة ظهور وكورسا ويسو قضينيسا لماذا؟ لأنه صلاة عصر يا صلاة ظهور ويسكو وقت ولا جمعية. طيب أما صلاة عشها وقت جيدي وقت قال لك الله يهي ووقت وقت ضرورة هو صلاة عشها وقت جيدي قبل صلاة الفجر بتكبيرة الإحرام أي وقت عشاء كهلك صلاة عشاء ويسو قضي نيسا مغرب كورين ويقود ريسا على ولا جمعية لكن صلاة الصباح حطي ظاهرة قبل طلوع الفجر بتكبيرة الإحرام بقدر تكبيرة الإحرام يعني قبل طلوع الشمس ما نهي لها ساقر راحة الصباح تان كيدا كور تيد إلى صلاة فجركو ويجرتا وقت قدو إله إيه قرآة الصباح صلاة قرآة انتين الصباح بقدر تكبيرة الإحرام هذا كهلاشو ويسوق ضين صلاة فجر ككلي يسوق ضين عشية قدر مي لا فجر كبس وعلى يسوق قدر أيوه صلاة كورة إذا ما كان صو عاد قدر يسيد وهذه الله صلاة الله جمعية سيدك إذا ما كان حولي هاي ومن صار قفكي أحاضي أهلا أهل قفكي وأحاضي لوجوبها لوجوب الصلاة قفكي أهلهم قضي مركور أهله معهين هدو أهل نقضي وسين غنسة
قف صغيرة بوها وقاندي أما كافر بوها وإسلامي أما واوالنا وميرسدي أما قا حائضة يحيد أما النفسة وواباهرودي قبل خروج وقتها صلاة وقت قيدو انتو ننبحين هدو 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 أهل النقضو بقدر تكبيرة الإحرام قدر تكبيرة الإحرام هدو أهل النقضو انت قدرة لزمته صلاة سوى يكون لازمتي ووقت قيدة قدرة تكبيرة الإحرام مكوحة ليلي وما صلاة نوى يكون لازمتي يجمع لجمعيه إليها صلاة ووقت قيدة وقت وحكا قالي لا جمعيه وقبلها كهرش وصلاة تكون يعني صلاة عصر كي صلاة عشاء طيب ومثلا وقت عصر كانوا نريد أدوكها ليرو قدر تكبيرة الإحرام عصر كي يظهر كي بوا ويسوق ضي صلاة عشاءنا قدر تكبيرة الإحرام هذا وقت جيدا كهذا الشيء يعني وقت جيدا بعدنا بعضي بعلق على يا الشيء هي مغرب كي بوا ويسوق ضي أما فجر كما يا كالجي سويت كان سوق ضي طيب ويجب وحواجب أيه فورا سوى لي بالدقدقة مبادرة بدون تأخير أن تبدع اللهين قضاء الفوائد صلاة تجي إن صو قضيه صلاة قضاء هو صلاة وقت قد مرق ولا ما ذكر بعد اللي تقوله عارفه صلاة وقت قد مرق ولا ما ذكر اللي تقوله ويان صلاة النبي وحولي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قفك كهردة أما هي المعنى صلاة هتكدو مركبه حصوص أما هردة لك كعو حديث كنا متفق عليه إسلام مركبه هردة كتكدو ديبو ديجي ميس ديبو ديجي ميس لكن علماء دو حركة وحيليهين مذهب كو حويا أما صلاة داسي كسر الله رتقو أما هلاهات عذر دار هلاهات وين السوق ضيسة لكن قول باجرة ميا صلاة على السوق ضيني وصلاة عذر دار كلي كلية وإلا كو كلي ميا لا يفع قضاؤها توبة دي وباهنت ولما مركا قابك الله قضيني مرتبة حال أيتها فوائد داسي فوائدها الصلاة لها تجي مد مرتبة سيكره الرئيين مركا نسخة غاركو من مرتبة ومركا وحالا إلى لنا يا لفظها الفوائد جمع فائتة قضاء الفوائد جمع فائتة مركا ومثنى مرتبة حال أيتها من الترتيبية صلاة لها تجي مرتبا نوى بعض النسخة يدنا سلاسل واجبته مرتبة أو مرتبا واسكمت عن معنيه واسكمت ترتيبكم مكوى سيديه سيوكله الرئيين مثلا صلاة كاتقي لبا صلاة دوت صدح صلاة دوت أفا صلاة دوت كبضا كير نعم مثلا مع كاتقي صلاة دورك عصرك مركا غضين صدورك ظهر مرين عصرك كدرس وعكاتك دورك عصرك يا مغربك دورك ظهر مرة نيسا عصرك في هجينيسا مغربك في هجينيسا عشاها كدر عشاك في هجينيسا ساسا دوا ليس ترتيبك اسوى واجب وانا ساعة ترتيبك طيب من نعي كرتان مركة ترتيبك اسوى انا ندورين اونا الالين او ترتيبك الافو وواجب اللي راد ورغوية ويجب مركة واجب اسوى موقو بعكرة لما سببه ونو شيغي هذا ويسقط ودعيا الترتيب والترتيب كي بنسيانه هلمان بكو دعيا هلمان كيس وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة وبخشية خروج بحتان كبقتان كي أتكب قيسين وقت اختيار الحاضرة صلاة حاضر كوقت كيدا وقت المختار كيدا ونبحات كبقيسين وكو دعا ولا ولا سببه سألت كوال وان واتي سيو كل مرغيين اتقرن ويسا دي المالت شان صلاة دوت انك اتكتوا اتقرن ايسا
لكن مدي هذا دنجرني مدي كبير لابني سا دنجرني شنطي صلاة بابا شرعي شنطي صلاة بابا ايا 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 اللي يقولي لكن مدى كبير لابا مقرناي واه المامي مدي هذا مدي كبير لابني سا هلمامي هلمان كانت مركة وكل عيا مركة مركة ترتيب واجب ما مركة ترتيب واجب ما ولا مهم كوا شرعي وصور قضي سيد كلا هور مريب هدات رفيدي كان هور مريب هدات رفيدي مثلا تسال هذا السوق هذا شن صلاة بابا غفر كتبت ظهر كي عصر كي مغرب كي عشي هي فجر كي مدو كب اللابة كب اللابة نيسو قرن واي ما فجر كي كب اللابة نيسو حيكو دما نيسي مغرب كا عشها ما ظهر كي كب اللابة نيسو حيكو دما نيسي فجر كا وقرن واي عرفت فجر كي وكب اللابة مرك وصحيح عنو دانا قضاءك صحيح قضاءك صحيح لأنك رسيدة ترتيب واجب كوما تسوى مد مدك لك إن القضي سافر بتاع وعكاسو تقيد ظهر كي عصر كي مغرب الشي هين واجبك تا وعكاسو تقيد فجر كي ظهر كي عصر كي مغرب كي نواجبك تا صلى الله حتى لجوغه يكوى كربا مدى حتى أجوكتي وحاضر كا وين المركه هو ركوه قباها سوتو كتا حاضر كات كنت ما دا لكن وحو كبقي ان وقت جيدو كبحو نمارو وقت جيدو انو نمارو كبقي مدى حاضر كهو مركا ستوكان ايا دابا ديدو قضيه دي بقو نقون ايا مركا وماش مركا وليه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة وبخشية خروج كابسي وكبقي انو بحو محابه هيا وقت اختيار الحاضرة صلاة حاضر كاهو مركا جوغو وقت جيدا الوقت المختار انو كتب ماضو كبقيا هدو باللابو صلاة دي قضاها سادرت ايدا محا مركز لازم نقون انسان انو باللابو سي وقت مركو رتو كدو هر مريو صلاة حاضر كا دابدينا وقضيه دي بقول نقول وحاك الله مدى ساسا صلاة مجموعة اولا جمعية جمع تأخير مثلا صلاة المغرب صوت أخير الصي وقت عشها لسوق جاري مع عشها تكون باللعبة مسو حتكون باللعبة مغرب تكون باللعبة ترتيبك الدوري اللهم هذا كبقريد وقت الاختيار فقد لحاج وقتها وقت الاختيار عشاء انو قابحو هذا كبقريد عشاء وهر مرقين مركز كبعد بعد مركة ايات كلها واني مغرب في ساسو قالين نقولين مركة ترتيبك مركز لازم كون نقول معي لازم كون نقول معي نعم ساك على صوغ شيء مركة هذا واحد ما مركة ودوه الماء ترتيبه ما لازم واجب طيب قف حاجر جاهل بك أعبا ما بيقان نبا إن ترتيبك الله إلى ريه إلى الله ما بأغين بقى صي لن نقطة إسئلتك دي مثلا قف ما نويني قلنا يري سؤال ليمي وما قال هذا رأيه للشيخ يوم قال مثلا الشيخ هو حايقتي لي ظهر كي عصر كي مغرب كي بايقتي لي ساسة ايقتي لي وصو قضي الشيخ ما كان تكذي أن تكون ينسو قضي مغرب كي ينقبل لابي إلا سقا يخيقي هذا أنا عصر كي ينتكذي هذا أنا دور كي ينتكذي ساسان سميي اقوانه ملاحين ان الترتيبي اني واجب تايو دورك لغصب بالله عشرك لقوح الجيو مغربك الله دوام مريو الشيخ ومركب بحين نقول نيسا عنيك سلاة ديدي سين نقول نيسا طيب اي افتان لك الربا محانو لعنا مركب سائل كان ربنا ان اعد لو فهمه دي سؤال شاسو كرفوه تبا دبحال لعنا محانو لعنا هاي مركان ايقنو على المذهب لأنه هذا حنابلة النهاية لما ذهب حنبلة ما أخسر النهاية سهل وقال بعد ما كان على آخر سنة يصير في غير آخر سنة يصير مذهب كيسا هذا هو مركب كل جور عنك حنابلة طاي مركب على مذهب الحنابلة هذا الإفتونه قفت سبحان الله جوابينه وحنو لا النهاية أعيد الصلاة سعري تعالي وروح لكم شيء أنا لنا خلاص قضم النغنش سعري بالترتيب كسعري أمارك
ما يقول الله وصل على هذا السوء علينا دورك من السوء علينا أعيد العصر ثم المغرب أنا لنا دورك يا عصرك السوء علي يا عصرك إيوه إيوه السوء علي إيوه مغربك دورك أنا سوء علي الميس وصغط محانا دورك السوء علينا لا رأنا أنا السوء علينا. طيب ترتيب واجبها ترتيب كان دورك لقى باللعبة يا هيد سوء كمان باللعبين مغرب كوتو كذي وحنا لنا ما شفتو صوتها تترتيب في الثلاث هذا أنا عسير كيف وكل شيء وحنا لنا ما شفتو استلام صارينا محله وحاط ثلاثتي ترتيب دور كوتو كذي دور كوساب اللعنة هذا ترتيب كي ما كدور هو أجرى وحسابينا وحسابينا كأنما مغرب يعسر منا إن هذا الدكان كأنما مغرب يعسر ما هذا الدكان لقول حساب الماي وغير محسوب صوتها ترتيب الثلاث طيب دور كي باتمي دور كي باتكتي دور كسو بداية ما هين ما دام اتكتي افنا كب الله بينا عسر كان سوعلي مغرب كان قدران لنا جميل هذا هو الافتاء دقلت كلام جرى هذا هو المذهب عنه لنا مذهب وصف طيب قولك كلا نقو هاي ستا قولك لو حيليهين مايا مايا والصح والو عذر دارا يا جهلك حيالها اللي بتجي كره ترتيب كم تاي جهلجة عرفت قرا عليه هذا هو جهلجة واد واجرة جهل اللي ما دي واجفته واللي هو عذر هذا جاهل كأها سوء اللي ليه مينه وبرينا وتعليمنا هنا هاي حنو لين خلاص حنو لين هاي خلاص و وبرهرته لكن هذا صلاة سوء اللي كمل صلاتك صحيحة أيانو لين قرا لي أروعي كجوابين مايا لأن الجاهل قد يكون مفرطا بترك التعلم فلا يعذر جاهل قال له عذر داري مايو ودقون دماء سقى حقي سا إيو إنو العلم جديد برن وبرن كري حال برن ويسو علمي قال على دين أي أمرك اللي جاهل وحاجة لقف قال له عذري جاهل يعني له عذرين وفي فرصة وكو تعليمه وكو برطو علمي وكو برطو إيو علومة دي بري لهذا دوها يستو لا يعذر لا يعذر ساسانو لانا المهم مركا قول كاسبك وحويا هاد مدام مثلا كينو ادي ياد وحوق بنيهي لان الجهل هو قد لا يعذر ان الجهل يقول له عذر دارين بامكان تعلمه وبركري وبركري وهم كاسبوا مارت مفرد كويهي او يعني وحويا وكو كو ماركتي وكو كو كو قباط فلي لوغو عذر داري مايو انك سو قول كدم بي او احمارتي محاين لوغو عذر داريو أو شيخ رجحي شيخ عثيمين قول كذا بالرجحي ولي صلاته صحيح ساسولي بارك صلاته قول صلاته صحيحة أيولي وهذا القول هو الصواب قول كان ضمبا صوابا شيخ عثيمين ساسو رجحي ساسو رجحي إن جهل يقول له يقول عذر داري وهدون أقوال ورهين ومركا ترتيب في أونا أورين مركا صلاتي سوين صحيح تهي سوء لمليهين سوء لملهن قول كاس رجحي وهذا القول هو الصواب أما مذهبك وحويا وسوء لنيا ترتيبك ترتيب في بك سوء لنيا محاير الجهل جيسة مفرد بك يهي فلا يعذر بهذا الجهل جهل ولو قعد الدار باي وإلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الكاسة نجوج النيمرك بارك الله فيكم.